نعم غادي، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الجديد. خرجت قبل قليل رئيسة مجلس إدارة قناة الجديد كارما خياط من المركز الطبي في الجامعة الأمريكية، وذلك بعدما كانت تتابع عملية الفحوصات الطبية التي أجراها الزميلان محمد فرحات وإلي أبو عسلي. أما الآن سأنتقل مباشرة إلى رئيسة مجلس إدارة قناة الجديد كارما خياط. بدي منك تحطينا بأجواء الفحوصات الطبية اللي كانوا عم يعملوها زملائنا للرأي العام وللمراسلين والمصورين اللي عتلينين هم وبدهم يطمنوا على صحة محمد وإلي. أول شيء الحمد لله، يعني بعدهم عم بيخلصوا الصور بس الفحوصات الأولية ردود وما في كسور لهلا، والحمد لله الشباب بخير. الله يرحم الشهداء الإعلاميين الزملاء، وواحد ما بيقدر يقول بهيك ظرف غير هذا عمل جبان، يعني حتى ما تجرأ الإسرائيلي إنه يعتدي عليهم هني وأمام عدسات كاميراتهم وراء، وهني عم بيقوموا بشغلهم هني وبتخوتتهم هني ونايمين بفراشهم أغار عليهم مباشرة. هذا شو بيدل غير إنه هذا عمل جبان مباشر؟ شو حاملين؟ حاملين مدافعون، حاملين رسالتهم، حاملين إعلامهم، خايفين لدرجة ما مسترجين يقوموا بهيدا العمل المجرم غير هني ونايمين بتخوتتهم لحتى ما تلتقطهم ولا كاميرا. يعني الله يرحم الشهداء، ورسالتنا ما حتوقف، تغطيتنا حتبقى، حنضلنا مستمرين، وهذا الإجرام والاعتداء المستمر على لبنان حنضلنا عم نغطيه على مدار البلد كله. الله يحمي لبنان، والحمد لله الله حمى الشباب، والله يرحم زملائنا الباقيين. شكرا لك كارما خياط. طبعا رسالتنا ورسالة قناة الجديد ستستمر رغم كافة أنواع العدوان الإسرائيلي التي تستهدف لبنان في هذه الأيام. ننتظر في هذه اللحظات خروج الزميلين محمد فرحات وإلي أبو عسلي من المركز الطبي في الجامعة الأمريكية، وسنوفيكم غدي في حال أي جديد.